انت شويه بعد حاليا الساعه 2:30 و5 يعني وقت خروج الدوام دوائر الدوله من الدوام. طبعا هذا الجسر الرابع يعاني من زحام بشكل كثيف وما نعرف مرات السيارات تعطل في وسط الجسر وايضا يعني كثره السيارات اللي تعبر من هذا المكان هذا يعني مكان ضيق للعبور. فالمفروض من الجهات المعنيه يعني هذا يعني ان تشوف له حل بعبور السيارات. الاياب مفتوح يعني من الايسر الى الايمن ولكن الذهاب الى الايسر طبعا هذا الزحام موجود تشوفون اعزائي المشاهدين يعني هذا الزحام موجود وموجود صباحا الساعه 7 صباحا وايضا الساعه 2 الى 3 عصرا يكون هذا الزحام موجود بسبب لا ندري بسبب عطل السيارة. طبعا سيارة واحدة عطلت سوت لنا هاي الإشكالية بهذا الطريق هذا. هسه حاليا راح نلتقي بالمواطنين حتى نشوف آراءهم. تعالوا يعني والله ما خش الزحامات لأن مرور ماكو بالشارع والشرطة ماكو شالوا سيطرة فهذا خلي الزحام الناس يجدرون سايد كلهم غادي. والله السبب هاي الجسر يعني من يصير الصعدة يعني أكيد من صعدة ونزلة ما استقامة عدلة تقف يعني سيارتي أكيد 100%. هم يشوفون هاي اصحاب يعني الجسور الناس اللي اهل اختصاص يعني الحل شنو؟ الحل يعني الجسور يرجعونها مثل ما كانت. الازدحامات هاي 24 ساعة هاي الازدحامات لا مرور اكو ينظم السراع حتى لا روحه ولا جايه ولا. سبب الازدحامات برايك يعني سيارات يجون رون سايد؟ سبب الازدحامات يجون رون سايد يسوون ايش اقول لك عكس يسوون اشون سايدين سايد يعني هو سايد لازم روحه وسايد جايه. الحكومه غير ما عاد تبنى هذا الجسر اللاق، هذا ازدحام، هذا الرون سايد جاي سد الشارع من هناك وهذا الازدحام اللي تشوفه لا مرور ولا فوضى صايره. يعني لو مسوين جسر اللاق هذا الجسر مفتوح هسه ما تلاقي هذا الازدحام. خاصه وقت الدوام الساعه 3 خروج الموظفين. يعني هذا وذهاب الموظفين هذا اللي يؤدي للازدحام. شلون؟ هذا عندك هذا بس جسر العتيقة ستروح عليه بعد أزيد من هذا الازدحام.